صباحكم الله بالخير مشاهدين قناة اي تي في، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وانتو. مواجهة دوري الأبطال تفرض نفسها لتكون موضوع حلقتنا اليوم. نعتز في متابعتكم وأكيد سعيدين فيها، ونتشرف كذلك في مداخلاتكم. ضيفنا اليوم مميز، لاعب نادي القادسية، الكابتن سعود المجمد، حياك الله. الله يحييك ويسلمك، أمسي عليك بالخير على الإخوان المشاهدين والكبات الكبار اللي عندك، وتشرف ان اليوم اكون بينكم. حياك الله، بس صباحك الله بالخير ضفنا الساعه. صباحك الله بالخير. من الحين تبيني بس شوف بعطيك نصيحه، ترى لا تحاول تستغل احمد عجب ضدي، ترى حتى CIA ما يقدر يدش بيننا. بنشوف الحين. ناصر عمران، صباحك الله بالخير. صباح النور، نصبح عليك المشاهدين وكابتن سلمان منور وابو عجب وفيك مشاري. وطبعا احنا خارج الهواء قاعد اقول لك اليوم مع يعني لاعب اعصابه بارده، لما كنت انا لاعب واي لاعب يتمنى هذه الاعصاب، لما تدخل انت واثق من نفسك، طبعا انت راح تقول ان هذه الدباجه تقولها الكل لاعب، احس نفسك تدخل بالملعب وانت عندك اعصاب بارده، وخصوصا ركلات الجزاء الفريق واللاعبين يثقون فيك. فاللاعب انا بالنسبه لي سعود يعني مظلوم اعلاميا، مظلوم داخل الملعب، مظلوم مع المدربين، مظلوم مع اللاعبين. انا اشوفه يعني انه من افضل المهاجمين في الكره الكويتيه كمهاجم كلاسيك، يسجل ويلعب مع اللاعبين الوسط، عنده امكانيات رهيبه. شنو السر ان عدم وجوده كلاعب اساسي؟ انا ما اعرف هذا السر. انا اقول ان احنا بالكويت، احنا بالكويت اكيد تسال، المفروض احنا نسال السؤال. احنا بالكويت ما عندنا مدربين لهم نظره ثاقبه، هذا رايي. احمد عجب، صبحك الله بالخير. صبح عليك بالخير ابو محمد وعلى الساده المشاهدين وعلى ابو طلال وبلولوه. رحب باخوي سعود. سعود الوحيد، شوف انا عشرت ناس واجد في النادي الامانه وفي المنتخب، هذا سعود الوحيد اللي حسيته انه هو خالد اخوي واحد للامانه. الله يسلمك. الوحيد اللي كنت اتمنى اشوفه يعني يقول، اذا قول احس انه اللي مقول الامانه، وفي مواقف كثيره صارت بيني وبينه على هالامور يعني. سعود رئيس عصابة كبير. رئيس عصابة؟ رئيس عصابة كبير. شلون يعني؟ يحب الخوة، يحب الرفجة، صاحب صاحبه، أردى لاعب، أضعف لاعب، يروح حقه تلقاه أول واحد فازع له، يروح حقه عشان يرد حقوق العالم. عشان كذي أنا أتوقع سؤالكم إنه ليش ما يلعب سعود؟ لأنه يضحي بنفسه عشان العالم. هذا أنا متأكد منها 100%. طيب، أنت قلت مواصفات ممتازة. ومواصفات كلها شهامه ورجوله، انه ما يخلي ويستاهل اكثر. لكن رئيس عصابه، رئيس عصابه لانه ما في لاعب. والله ابو طلال اللي فهمته انه مع الحق والباطل. لا ما في لاعب، ما شاء الله تبارك الرحمن، اللاعبين كلهم يحبونه، الاداره تحبه، مدرب يحبه، مدير فريق يحبه. طيب رئيس عصابه شلون؟ شلون هيك؟ ماني عارف. الا المدرب ما يحبه. هو اول واحد فيه. زين، الا المدرب ما يحبه. لا والله احمد سالي يفرض نفسه، انت اكبر من سعود. اكبر انا اتعلم يعني منه طبعا. ابو يعني عجب انت راعي الاولى في كل شيء. ابو عجب اتعلم منه. هذا الرد رئيس عصابه؟ قلت لك رئيس عصابه. ابو عجب، انتم جيل اكبر من جيل سعود المجمد، هل يعني مثلا كان شخصيته يعني الغوية تفرض حتى رأيها في جيلكم، إن من كثر ما هو محبوب ومن كثر ما هو اجتماعي وياكم؟ شوفوا حمود، اللي دش لاعب صغير توا صاعد، هادي مسكين، امسك له زاوية، انت تروح له يلا معلش شد حيلك بالتمرين. هذا داش لاعب كبير والله العظيم، صادق عمري، صادق داش رفيج على طول يا أخي. استلم من ربعك، كانوا خاصين بالنادي. طيب، يقول لك مساعد ندى، حسين فاضل، بدر مطوع، ما يصير يعني ماخذ على طول. النخبه، النخبه والله العظيم. راح نرجع له، بس خلينا نرحب في احد محلينا المميزين سلمان عواد ابو طلال. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير محمد، اصب عليك وعلى الساده المشاهدين وعلى اخواني الرواد وعلى اخوي الغالي. لا اذكر اخو الغالي جدا. الله يسلمك. سعود المجمد الأمان، يمكن وعجب خان التعبير لما قال عصابة، بس أنا أقول عصابة الأخيار يعني عصابة الطيبين. سعود سعود يمكن الكل قال لك، الكل يحبه، الكل يعني محور اهتمام اللاعبين دائما، الروح الحلوة. أنا أقول حتى الجماهير والإعلام دائما يحبونه، مع أنه قليل المشاركة، إلا هذا الشيء يعني يكون صعب لما تكون قليل المشاركة والكل يحبك، الكل يعني يهتم فيك. هذا يعتبر بحد ذاته نجاح، ونتمنى له التوفيق. هو واخو فهد. فهد وياك. فهد عزيز. فهد السالمية. سعود، ميولك
وين العالمي؟ برشلونة. شوف ناصر انا شوف تعبير اي شيء يقول اليوم اي شيء يقول اصلا يعني ايه برشلونة حتى النخاء, النخاء ايه بس ترى مو ميسي مو ميسي ايه من ايام روماريو يعني قديم من ايام روماريو امتداد البرازيليين ريفالدو رونالدو رونالدينو ايه؟ لين عاد ختمها ميسي يعني برازيلي بقى وبرازيلي ايه يعني كاس العالم منتخب برازيل ايه وبالدوري ابطال اوروبا برشلونة. من اللاعب اللي حببك في كره القدم محليا؟ حمد الصالح, وأحب أوجه له تحية أبو عبد الله. وسر اختياري رقم 15 تقول له صادتك مع فهد الأنصاري. إيه أنا طبعا فهد الأنصاري صعد قبلي بموسم فكان رقمه 15, فالموسم اللي بعد يوم صعد فطلبته قلت له فهد تكفى أبي الرقم 15, فعاد بصقر ما يردني ما يردني اللي لبس ثلاثة مشاري فهد الأنصاري لبس رقم ثلاثة لما سألته ما طافت رقم ثلاثة لأنه أعطى صعود 15 أعطاني 15 عشان حمد الصالح طبعا. زين خلينا نشوف وياك الفيديو ويا مشاهدينا ونرجع نعلق. مرة ثانية ودخول الشيخ لكن أقرب لها عبد العزيز يعليها بلوبا الله وطلع دور سعود 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 ايه وفاجئ فيها حارس المرمى كرة اللعب سلطان صلبوخ حلوة صلبوخ اوه حلوة وقول حلوة وقول في عبر الجماهير العاشقة سعود الان هل يعود جول الله الله على القادسية لمصلحة القادسية التمريرة والتعادل جول جول أبا الفريق القدساوي كرة إلى مساعد ندى ندى بيلعب لك كرة لافة كرة بتلعب الله جول هدف التعادل أحمد محمد إبراهيم لعب لك كرة طويلة وامية وسيف جول سعود وشمال جول سعود المجمد سعود المجمد ما نقول ينهي اللقاء إنما يخرج السالمية في الدقائق الأخيرة آخر دقيقتين من دقيقة 88 من عمر المباراة. شفنا معاكم مشاهدينا بعض الأهداف لضيفنا سعود المجمد, لكن فرحة الهدف الأول شنو هالفرحة؟ هذه فرحة صارت علينا مشاكل وايد بيني وبين بين منو؟ بيني وبين بعجب تاوش جاي عقب الرقصة هذه أحمد عجب أحمد عجب وعجب يعني قال لك يمكن قبل الهوى إن كل ما أقول جول يعني كأنه هو المقول يعني يفز قلبه الأمانة وفيوم قولت وهو صنع لي إياه الجول فما بعد الرقصه تهاوش وياي وما حتى سلام ما سلم عليه ليش كان انا اعلمك من الشرطين ليش ما كانت عجبته نهائي ومن بعدها خلاص بطلنا يعني الفرحه يبيك يعني فرحة الفرحه ما تمت فرحه الكل ما تمت اه واجب طلعت الدور مشاكل ولا لا ما دور مشاكل رايح لاركض بمستبى نط عليه بس شفته والله اعطى ضباري ومشيت زعلان اي زعلان خليت امي تدق عليه بعد المباراه اتذكر كلمته الله يجزاك دقت عليه ايش قالت له؟ عسى الله يعافينا ان شاء الله احنا ما يصير احنا متشي والسوالف هذه من بعدها عاد توبت خلاص عسى الله يحفظه ان شاء الله. شنو اقرب هدف لك سعود؟ اقرب هدف لي باللي عرضته ولا لي انا يعني من اللي عرضته ولا يمكن والله يوم جولت في غرباسيا ضد الاردن هدف تعادل ومن بعدها تاهلنا قبل النهائي حققنا بطوله غرباسيا 2010. خلنا نسمع وياك فهد الأنصاري ضيفنا الأسبوع اللي طاف شنو قال عن سعود المجمد. الصورة الثانية سعود المجمد. أخوي يعني اثنين متحابين في الله. الصورة الثانية سعود المجمد. أخوي يعني اثنين متحابين في الله. لك الهوى لك الهوى سعود. والله يعني ما في أجمل من إجابته الأمانة أخوي بصقيرة مسي عليه بالخير
فعلا فهد انصاري اخوي واخوان متحابين في الله، وعسى الله يجمعنا في ظله يوم لا ظله الا ظله. وفهد الانصاري يعني راعي الاولى في كل شيء وفي اي شيء، وانا اتعلم منه واعطاك رقم 15. واعطاك رقم 15 وامس وينك؟ وين كنت؟ امس رحت الحفر المباراه. حاضر المباراه؟ اي حضرت. دعم وتأييد للمصقر يستاهل. وفاز وفاز ووجه خير عليه، مع ان انت قلت لي لو ما فازوا راح يعني انا قلت لك واتساب بس الحمد لله فازوا سته وان شاء الله فالهم الكاس ان شاء الله. شنو سالفه اللي كان قاعد وراك بالملعب المشجع الباطن طول مباراه فيه؟ يعني تعرف يعني ما شاء الله الجمهور السعودي ويعني التعصب هناك قوي يعني فمن اهل الباطن، وطول المباراه يعني ما كانت عاجبه النتيجه ولا عاجبه مستوى يعني لاعبين الباطن، وانتهت عاد المباراه 6 بس ما كمل المباراه اخر ساعه مشى يعني اشوف الاقوال يمشى خلاص ما كمل المباراه. شنو سالفه التكريم مالت المدرسين؟ انت مدرس عدل؟ ايه شنو المدرسه مكرمين كل المدرسين؟ هذه اسئله ورا بعض ابو عجب شلون مكرمين كل المدرسين الا انت؟ والله شوف للامانه انا فعلا مدرس في متوسطه الخالديه وكثره التفرغات اخذها فما اداوم، فارتأت المدرسه يعني بيوم المعلم كرموا كل المدرسين وانت قاعد وانا موجود ناطر اسمك. اي وما كرموني لا انا ولا مصدرك. مصدرك طبعا اصب عليه بالخير الكابتن عبد اللطيف دوسري. نعم. لاعب نادي السالميه احد المميزين في لعبه كره اليد. هو اللي بعد ما كرموه وياك عدل؟ ما كرمونا احنا يعني انت عرفنا عبد اللطيف ليش؟ طبعا نفس الشيء بعد ما مسي عليه بالخير. مسي عليه بالخير اي والله اخوي. يقولون طلعتوا معصبين؟ طلعنا معصبين هم اصابه بعد بالتنبيه هم اصابه. زين شنو سر ان يعني دوريه ما بينكم مدرسين ريوق وانت كل مره تجيب نفس الفطاير؟ اي صاد هو دائما يعاتبني لما يقولوا لي وقت الدوريه يقول شنو الريوق اللي راح تجيبه؟ اقول لهم فطاير وانا هاوي معجنات يعني فاحب المعجنات. يمكن احمد عجب يدري. زين ابو عجب كونه لاعب مفروض انه يكون لك صحي. من الاكل الصحي؟ خليه يعتذر يجيبه يعني واتفاهم انا معه. خليه يتابع صفحتي في السناب يشوف الاكل الصحي. شنو وضعك مع نادي غدسي حاليا؟ والله حاليا توني راد من اصابه الامانه، كنت اعاني من اصابه من شهر 12 وتكررت علي 3 مرات تقريبا. في عندي قطع في الهامسترنج العضله الخلفيه وكل ما ارجع ترجع نفس الاصابه وكل ما ارجع ترجع نفس الاصابه. فرحت علاج في قطر سباير ولما نسفت هناك ودامنا يعني موجودين في البرنامج هذا انا ودي اتطرق الموضوع اللي هو المركز الطبي المتكامل يعني نفس سباير اللي موجود في قطر. يعني اتمنى يعني من الاخوان المسؤولين يعني يلتفتون للاعب للامانه. يعني اللاعب يعني ما عنده من بعد الله الا اثنين. اذا انصاب عبد المجيد البناي الدكتور عبد المجيد البناي مسي عليه بالخير ولا جاسم بهمل، يعني بس هذول من بعد الله اللي يروحوا لهم. فيعني اتمنى الاهتمام باللاعب لان كثره الاصابات ممكن تنهي اي لاعب ان شاء الله. نعم مشاهدينا المواجهات في دوري الابطال اكيد من اليوم احنا عايشين متعتها واثارتها، لكن في مواجهه تعودنا انها تكرر في اكثر من مناسبه. تكرار لنهاية العام الماضي اليوفي يستضيف الريال. نشوف هالتقرير ونرجع وياكم. ثاني أكثر مواجهة تكررت في تاريخ دوري الأبطال، 9 انتصارات لريال مدريد و8 اليوفي وتعادلين، لكن في اعتراف لأحد محللينا بيقول لكم مشاهدينا على الهواء. سلمان هوا؟ إيه سلمان هوا. توقع؟ لا لا أنت ميولك مع منو في؟ اليوفنتوس. إيه هذا اعتراف؟ يعني أتوقع يوفنتوس. باي باي شوية مايل. باي باي اليوفي. شوية. تدمرهم بعد. لا تفضحوا الناس. طبعا سلمان عواد اي فريق شجعه طلع من البطوله. لا بالعكس هم مشاهدي مواجهه صعبه للامانه، يعني خاصه انها في تورينو ملعب يوفنتوس تعتبر المواجهات القويه انا من وجهه نظري من اقوى المواجهات، يعني الثانيه بعد ليفربول سيتي تعتبر يعني اقوى مو امتع. لا مو امتع، الامتع الان من وجهه نظري ليفربول السيتي، لكن الاقوى فنيا على ارض الملعب راح تكون يوفنتوس وريال مدريد.
الفريقين لهم خبرة كبيرة في البطولات الأوروبية. يوفنتوس الآن يمر تقريبا يعني في بداية الموسم في أفضل حالاته، متصدر الدوري فارق نوعا ما مريح بعد تعادل نابولي الأخير وفوزه الأخير. يمكن أنا أتوقع أن 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 المباراة اللي بكرة راح تكون يعني اليوم اليوم راح تكون يعني 70% من نتيجة المبارتين راح تحسم اليوم سواء ليوفنتوس أو ريال مدريد، لكن أنا رايح شوية ما أدري السالفة. إيه رايح ليوفنتوس مع أنه عنده ظروف صعبة في 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 بيانيتش موقوف. أنت مرشح البايرن وتشجيعك مع اليوفي غير البايرن، فريقك طلع تشيلسي خلاص. أنا شوف أنا الحين لا 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 أنا الحين محايد مدام تشيلسي طلع خلاص الحين محايد مع الفرق. أنا رايح تقريبا يعني التفكير رايح وراح تطول مع يوفنتوس لأن حتى السنة الجاية أنت محايد في دوري الأبطال. لا الحين بعد سبع جولات وين بالدوري الإنجليزي تونا يمكن كل شيء جاي كل شيء جاي. ناصر كونك تلعب المباراة الذهب في ناصر العكس طبعا الحين راح يصير العكس مع انه واحد ريال مدريد بس راح يصير العكس. يلا صار عكسك يعني قول يقول لا لا مباراة الذهب والإياب المباراة اذا كانت الذهب ملعبك تشوفها ايجابية ولا سلبية؟ ايجابية خصوصا سلبية لليوفي. اليوفي اذا ما فاز بهذه المباراة ايجابية المفروض يفوز من 2-3 يستغل نقاط ضعف مدريد. إذا تعادل ناصر إذا عفوا بشكل عام ناصر نظام الاتحاد الأوروبي ميز أول المجموعة أنه يخلي الإياب في ملعبه كأفضلية. أنت تقول إيجابية على أساس أنا أقيسه على فريق الخصم. أنا كوني محلل أقيسه على فريق الخصم. فريق الخصم ريال مدريد عنده خبرة الشامبيونز. إذا طلعت المباراة بتعادل اليوفي مع مدريد بواحد واحد 2-2 صعبة على اليوفي يفوز في أرض مدريد ويتأهل. مبارات يعني أنا بالنسبة لي إيجابية لليوفي في أرض اليوفي. شلون إيجابية ناصر تتكلم على مباراة العودة تقول صعبة بالعودة؟ صعبة إيه. بالعكس أنت المفروض إيجابية إن أنهي المباراة في من أول مباراة. لا صعب لما يكونوا في ليش ليش أنا أقول شوف شوف أنا أقول لك ما مستحيل تنتهي بكرة مستحيل تنتهي على جرأة المدرب على 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 اسم الفريق اسمع على اسم الفريقين على جرأة المدرب على اسم الفريقين صعبة. سلمان انت الحين راح تشيلسي برا خلنا نتكلم اليوم انت المفروض تعطيني الماي اعلن هو اليوم انا برشلونة موجود معاي فريق واحد عشان اقول عندي اكثر راح تطلع وراي اقول له يقول برشلونة راح يطلع وراي لا طلعت انا فريقه الحين طلعت فريقه خلاص طلعت فالاجري مباراة بالنسبة له يعني 4-1 خسران في الشامبيونز النهائي وطول التصفيات عليه 3 أقوال فمباراة ثأرية. ما راح يلعب الاجري يعشق الدفاع ما راح يلعب بالدفاع راح يلعب الضغط المتقدم بيحاول ينهي المباراة من الشوط الأول بهدف بهدفين ممكن تروح إلى 3 لليوفي. مباراة ثأرية انتقام من اللاعبين وانتقام من المدرب على ترى لا 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 ريال مدريد ضد ريال مدريد خليك واقع يبعد عاطفتك مشاري مشاري يلعبون ضد ريال مدريد ريال مدريد شنو انا على في ملعبي ريال مدريد اكثر فريق متخصص في دوري الابطال متخصص حامل لقب لكن استغل الفرصه آخر سنتين في هذه المباراه في ملعبي استغل الفرصه. نفس ما قال كابتن سلمان ان اليوفي في افضل حالاته عنده لاعبين متمكنين عنده لاعبين جيدين وعنده دكه احتياط فاز على اي سي ميلان في الشوط الثاني فبامكانه يخلص المباراه في مباراه في اول مباراه. انت حاط العاطفه هم قاعد تتكلم العاطفه ما يصير تقول 1-2-3 على ريال مدريد. ريال مدريد اقوى شخصيه رياضيه من يتوقع انه بالنهائي مدريد يفوز 4 على اليوفي هذه عادي شيء متوقع هذا على كلام من يتوقع لا الكل عرف ما اللي صار عقب السالفه اللي هو مشكله بانوتشي مشكله اعتقد ديبالا صار مشكله صار خلل بالفريق خسر 4 خلل واصل النهائي هذه شو ما انا اقول بفرضيه ان اليوفي خذل الشامبيونز تقول هذا قصده ظروف اللي حصلت نفس المباراه نفس المباراه تكلم مدريد تفوق في مباراه النهائي صحيح تفوق 2-3 و4 صحيح مدريد بس احنا نقول لك مدريد لا لا لكن ما حد كان متوقع النتيجه هذه من العشرة يمكن 9 شنو اسبابها مشكله بالضبط ملعب الشوط الاول لعبوا خوش جيم الشوط الاول لعبوا خوش مباراه لكن الشوط الثاني هو اللي انهار انا مثلا انا اللي بوصل مشان ان ريال مدريد ويوفنتوس انا قلت لك مساعد لا يمكن باي حال من الاحوال تحسن في مباراه يمكن في نسبه عندك 70-30 60-40 لكن يبقى الفريق يبقى الفريقين كبار ريال مدريد انت تتكلم عن ريال مدريد ويوفنتوس لهم خبره كبيره حتى في تاريخ المواجهات اللي انا ما اعترف فيه ابدا التاريخ لا يعني شيء في مواجهه في كره القدم. خلنا نسال سعود برجع لك سعود فريق فايز عليك قبل كم شهر بالنهايه 4-1
شلون يلعبون اللاعبين؟ هل تكون في رغبه للانتقام؟ لا شوف انت مو الانتقام يعني بمعنى الانتقام، ممكن يكون تحفيز اكبر ودافع اكبر لليوفي طبعا، لانه هو بالنهايه فاز عليه بنهايه الشامبيونز، يعني بكره مباراه دور الثمانيه يعني هو اخذ الكاس الدوري وخلص. فطبعا مباراه كبيره، لاعبين كبار محترفين على مستوى عالي، يملكون ثقافه عاليه. بس انا مبدئيا ارشح ريال مدريد، ارشحهم لسبب واحد، كوني برشلوني، واتمنى مواجهتهم قبل النهائي عشان اطلعهم بعد. يعني ترشح ريال مدريد؟ ارشح ريال مدريد لسبب كوني برشلوني. يعني سببك مو منطقي. ليش؟ عاطفي. فوق انه عاطفي، اوكي عاطفي اتفق وياك، عاطفي فوق انه عاطفي. ومدريد حامل لقب يعني ما في شيء، يعني انا ما قللت. خلاص انت فوز كمل. انت فوز كمل ليه توصل النهائي. لا لا انا خلاص يمكن يطلع ريال قبل ما توصل. لا 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 صح ترى كلام سعود صح، تختلف المواجهه النهائي لما تكون في ربع نهائي، الضغط اقل، مبدا التعويض موجود في مباراه. بس السؤال يا فضل نفسه، ليش واثق على فوز على ريال مدريد؟ انا اول شيء قبل ريال مدريد راح نباي روما ان شاء الله. اي لا بس انت ليش حاط افتراضيه لو تواجه ريال مدريد؟ انا صرح العود، احنا من يصرح ميسي احنا مرتاحين. ميسي قال العود، ميسي صرح قال اتمنى مواجهه ريال مدريد في قبل النهائي. خلاص الموضوع عنده، تفاهموا على تفاهموا. زين ريال مدريد واجهكم السنه هذه ذهاب وياب في السوبر الاسباني وفاز، وبالدوري. طيب الدوري لعب مباراة. شوف تصريحات اللي وصل لك انه مو شيء صعب وان ريال مدريد يفوز على برشلونه. لا مجموع مباراتين. لا لا انا بالنسبه لي اشوفها سهله على ميسي، يعني عوايد عوايد. شوف والله عوايد. شوف سعود سعود ترى بالنسبه للتصريحات مو زينه ضد ريال مدريد. اكثر واحد لا يستهزئ والله منه اكثر المدربين صرحوا ضد كريستيانو، وبالنهايه كريستيانو هو اللي انتصر. عاقب الكل. إيه؟ فالتصريحات انا اقول لك مو من صالح ريال، مو من صالح. بس من اي فريق سواء برشلونه ولا فعلا فعلا اتفق وياك انا بهالنقطه. هذه إيه؟ التصريحات الاستفزازيه انا للامانه ما احبها. لا بس بالذات بالذات ريال مدريد. ريال مدريد بس من المصرح؟ ميسي مصرح. يعني خلاص ما في يعني ما في كلام فوق كلام ميسي خلاص. كرة القدم عامل كرة القدم ما في كلام فوق ميسي. نرجع لمباراة اليوفي. شنو اللي المفروض يسوونه لاعبين اليوفي ان المباراة في ملعبهم؟ نفس ما قال اخوي ناصر ان لازم يعني يطلعون بنتيجه مريحه ايجابيه. اي ايجابيه للمباراه اللي بعد في السنتين. نعم سلمان رايك فيها الجري؟ البعض يقول مدرب واقعي تكتيكي، والبعض يقول في علامات استفهام على الجري هالموسم في تشكيلته، لكن مثل ما تفضلت في البدايه انه وصل حاليا مرحله ممتازه، فارق مريح بالدوري ومعنويا فايز مباراه كبيره ضد المينا 3-1 بالمواجهه في يوفي سيرينا. ومشاري بعد ترى بدا الموسم عنده مشاكل كانت بالدفاع بعد خروج بانوتشي، كانت عليه نسبه اهداف كبيره كانت تسجل. عوده المصابين بعد. ايوه وعوده المصابين. لا الجري انا اختلف مع اللي يقول، انا اشوف ان الجري واقعي من الدرجه الاولى، قارئ للفرق بشكل جيد سواء قبل المباراه او حتى اثناء المباراه. يعني ما في مدرب ما يخطف التغييرات او التبديلات سواء داخل الملعب او التبديلات اللي هي لاعب لاعب، غالبا ما أليجري تغييراته تكون ايجابيه على الفريق. انا اعتقد ان أليجري حتى قريت تصريحاته يعني اللي امس، قال احنا لازم علينا نلعب واقعيه ونلعب يعني نلعب امام افضل فريق بالعالم. اذا يعني كلامه هني الواقعيه. ما تشوف تخدير؟ لا لا ما في هذا التخدير. تصريحات أليجري ما في شك، وتصريحات كليني راموس افضل مدافع. ما في شك انا قاعد اقول لك بعيد عن الواقعيه كابتن سلمان. أليجري بعيد عن الواقعيه. انت هذا رايك بس خلني اقول لا مو واقعي. يعني كلام أليجري. شوف ناصر دائما يكابر دائما يعني مع مدريد او مع اي فريق ثاني بنفس مستواك تلعب بثلاثه مدافعين صعب جدا. فمو شوف 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 حتى بتغييرات تختلف من 10 مباريات او 5 مباريات ينجح بتغيير واحد. يمكن هذا هذا رأيي. هذا رأيي. شوف لحظة ناصر لحظة نرتب العملية. ليش سلمان انتوا عجب تتكلمون؟ لا لا مو اذا ناصر تكلم ليش انتوا تتكلمون؟ شوف لما يكون في هبوط دائما انا لما يكون اسمعني انا لما كنت لاعب دائما يحطون علي والحين مدرب دائما والله محلل ضد لا انا اقول لك تحطون كرسي ثالث عادي. لا انا اقول لك فانا ارد اقول ان أليجري
مو واقعي. يعني احنا نتابع اليوفي مو واقعي بتغييراته من 5-6 مباريات. يعني تختلف مع سلمان لحظه ينجح في المباراه. ليش ما تقول الكلام تختلف مع سلمان؟ اختلف 100% اعطاه الواقعيه. الواقعيه مستحيل مع الاجري اخسر انا لو بري الوحده اللاعبين يلعبون هاي ما خسر 4-1. انت شوف اذا تكلم ما عنده واقعيه. خلينا نتكلم ناصر. لا لا شوف انت قاعد تتكلم. لا لا بس لا تتكلم ذكر فضله وبعطيك المايك. في مشكله صارت بين الشوطين لاعبين تهاوشوا. انت تقول لي الشوط الاول لعب ممتاز في الشوط الاول كان افضل وبعدين يعني انا بقول لك انا وسعود تهاوش ربع ناس مع سعود ناس معي فل الفريق. طيب انا اقول لك هذا خل نقول تراث هذا مو بدل يا جماعه ما يصير اربع تكلمون. لا بس ابو طلال ابو طلال نرتب انا كله يقاطعوني ما يصير. خلينا ناصر ناصر رتب عشان يستفيد المشاهد. يعني انت لما تكون مدرب فريق يوفنتوس ولما يطلع لاعب بحجم بانوتشي وتكون عندك مشاكل في بدايه الموسم خط الدفاع ترجع تسجل عليه ترى نسبه انا ما تحضرني النسبه لكن نسبه اهداف ما تسجل على يوفنتوس ما تحضرني بالضبط. لكن لما تتغلب على هذه المشاكل نزول مستوى بعض اللاعبين يعني اخره مانزوكيتش الحين تشوف مستواه يعني طايح بالمره واصابات اللي قاعد تهل بالفريق وعنده غيابات عنده غيابات وغيابات كبيره بيانيتش وبن عطيه بكره عنده غياب بكره عنده بيانيتش وبن عطيه وعنده بن عطيه وراح تشوف شلون يتعامل مع المباراه. راح تشوف يوفنتوس ما يتاثر بغياب اي لاعب وراح تشوف يوفنتوس المنظور هذا مو كلام مدرب بصراحه. كلام المدرب ما يحط شماعه. انا قاعد اعطيك الاسباب المدرب مشاكل وصل يا ناصر يا بعد لحظه لا تقول هذا كلام المدرب دقيقه ليش انا اقول لك لما كلام واحد من الجمهور صارت مشكله ما بين لاعب ولاعب يا ناصر يا بعد الفريق انهار. ما الفريق وصل نهائي الشامبيونز. ما تقول كلام انا قاعد اتكلم على هذا الموسم يا ناصر بين الشوطين واحد صار العذر بس اليوفي عشان زين اسمعني بس هوشوا لاعب دقيقه انا لما انا ما اتكلم على تكلم انه قرار يا ناصر يا ناصر انت غلط ناصر بس دقيقه خلنا نقول الشوط الثاني شوط المدربين تهاوش بنوتشي مع ديبالا خسر يوي ناصر بس ناصر انت تكلم حبيبي هذا كلام والله كلام يعني واحد من كلام دواوين كلام دواوين بس دقيقه خلنا نقول لك دقيقه واحد مدرب تعال اشرح لي يا استاذ يا مدرب بس فتح المساحات يا ناصر حق الناس يسجلون من اصاب الفرص ناصر خلي خلاص سولفت يبا اعطيك اللي عندي بس تخليني اتكلم إيه بس ما تقول ناصر انا ما اتكلم لا خل خل قول لي كلمه قال بنجود كيف. بنجود ليش ما ترد عليه بصراخ إيه؟ قلت له الرجال واقعي يعطيني تحليل اوكي احنا سلمان شنو قصدك سلمان واقعي لكن إيه؟ منظوره اللي المدربين شيء غريب عجيب صح خلاص نسولف الحين خلاص نسولف اي وياك بس انت قاعد تتكلم على مباراه نهائي الشامبيونز انا قاعد اتكلم لك على فريق من بدايه موسم على المشاكل اللي صارت فيه وتحافظ على الصداره وتوصل لدور الثمانية في دوري الابطال يقول لك مدرب مو واقعي مدرب مو زين هذه نظره ناصر له. انا اقول لك بغض النظر على اللي صار في الشامبيونز ليج بالنهائي الاخير ولعب شوط ترى ممتاز بالشوط الاول ولولا المشاكل اللي حصلت تصير باي فريق ممكن ينهار اي فريق بعشر دقائق مو فريق خسر اربعة انا بقول برشلونه كرويف خسر الميلان كبلوا 4-0 اذا ناصر يقيس اذا هو مدرب ويقيس مدرب ثاني على مباراه واحده او على شوط يبقى هذا منظوره الخاص لكن انا قياسي على مستوى عام. الاجري استلم الفريق ب 2015 جاي من الاسي ميلان صعد مع مرتين النهائي ايش خذوا وياه دوريين وكاسين وكاس سوبر وصل اسمع او ثلاثه دوري وكاسين وكاس سوبر وواصل نهائي الشامبيونز ليج والحين دور الثمانيه مرتين نهائي الشامبيونز ليج مرتين ايه؟ والحين واصل دور الثمانية. ناصر يقول ناصر يقول إيه؟ انت مو واقعي هذا مو كلام مدرب عطني كلامك يا مدرب ونبني سمعك اول شيء انا ما اقول سبب الخساره لا قول انت تقول هذا مو كلام مدربين إيه مو كلام انت عطني كلام انت المدرب قلت الحين انت قلت سبب خساره اليوفي من مدريد المشكله اللي صارت ما بين بونوتشي وديبالا سبب الاسباب هذا مو كلام مدرب كلام المدربين مختلف انه في خلل بالشوط الثاني صار تحت المساحات حق كريستيانو رونالدو ناصر انت اتهمت سلمان ما يصير تقول له كلام المدربين قول له كلامك مثلا ما اتفق وياه كلام مقنع وجهه نظرك تختلف بس مو الكلام اللي انت تبيه قول كلام المدربين كن صريح معاه سلمان اخوي اكون صريح معاه سبب الخساره متهاوشين لاعبين
اكيد سبب. هل زين لحظه بس اكيد ارد عليك بنفس المنطق مالك انت. لحظه انت ثاني شيء وثاني شيء اليوفي نفس بايرن ميونخ ما تجيب الشامبيون الجمهور ما راح يرحمك. انا برد عليك محمد خمس مرات دوري ناصر انت ما تجيب الشامبيون بايرن ميونخ انا بقول لك ما حقق الشامبيونز الباير الثاني نفس الاخير زين لحظه الثاني نفس الاخير زين لحظه فريق اليوفي فريق كبير زين لحظه هل وصل خذ خمسه دوري خذ كاس ما يبون الجمهور كذي اليوفي يبي طيب لحظه بس دقيقه بس لحظه انت الحين عندك الواقعيه تقيس واقعيه مدرب ومسيرته كامله على شوط مو على شوط ها على شنو انت حطيت خلني اصرف سبب رئيسي حطيته ان الواش اللاعبين زين لا تمام خلني اروح وياك فرضيتك ان في الشوط الثاني في النهائي اخطا بالتغييرات اخطا في التبديلات خلاص مو واقع المدرب على شوط وتنهي مسيرته ثلاث مواسم لا مسيرته شنو ما يرضى ما طيب. الجمهور طيب ناصر انت اللي كلام اليوفي ولا يمكن ما يبي الدوري انت مشكلتك اللاعبين فيهم تشبع تقول الدوري اخر هذا غلط حتى اللاعب عشان ما اطلع فاصل بالاخير احمد عجبك تصريح اللاعب بتكلم ممكن انتم خبطونا بالصيحه والصراخ اليوفي صعد نهائي بوجبا معاه فيدال معاه اعتقد مراتا يمكن سنة بعدها ثلاثة مو موجودين وصعد نهائي انت الحين اللي واضح من كلامك ان إليجري دقيقة ابو طلال دقيقة لو سمحت اللي واضح انه شنو ان إليجري مو مدرب الظاهر انت تقول كذي دقيقة انا ما قطعتك سكت مدرب وانت ناصر. مدرب عجب ما تكلم لا تقاطع وانت مدرب اكثر مره قاعد اكررها لك يا ناصر عشان يتكلم يعني يوجه يطالعني ويوجه انا قاعد اطالع الكلام والله راح اعطيك فرصه اطالع هناك لا بس قاعد تقاطع لازم اطالعه بعد ناصر اندمج ايش اسوي لا ترد يصير تتابع بس اوكي اوكي ما راح يلا ترى متابع مو لازم تتكلم خلني اسال المدرب الحلقه كلها لك ناصر لازم اجاوب ناصر انا قاعد تقطع حبل افكار انا قاعد اروح بالكلام انا غلطت تفضل بقول لك عاد شوف نسيتني بقولك إليجري انت اللي واضح عندك انه مدرب مو زين مدرب صار عنده مشاكل مدرب اصابات مدرب لاعب يوصل نهائيا انت تقول لي اذا ما جاب الاول هذا انا خالفك مدريد موجود اليوفي موجود الباير موجود والفريق بياخذه واحد فيهم كلهم فرق قويه اليوفي سبع نهايات قبل هالنهائيين خسران اليوفي كان فريق منهار رد مع إليجري مدرب كبير تبديلات انا متابع اليوفي اكثر من مباراه ينزل لاعب ويسجل لا بس سمعت سلمان ايش قال ابو عجب قال إليجري العام طلع برشلونه ما كان واقعي العام يعني طلع برشلونه عشان تزعل ما كان واقعي انا علي الحصاد النهائي انت تتكلم عن اليوفي ما انت طلعت من دور العام ما غوارديولا درب بايرن ميونخ الكل ما شاد غوارديولا قال ما حقق وانت قايل هني بالحلقه ما حققت البطوله ما تمني انا الثاني نفس الاخير انت قايل والحين اليوفي ما يحقق البطوله انا برد ما يحقق البطوله تقول والله عمل ناصر سوى ايش مشكلتك مشكلتك انك تتكلم وتنسى لا مشكلتي انا عيد الحلقه ايش قلت بالضبط انا مو مهم عندي اللعب والمستوى المهم بالنسبه لغوارديولا غوارديولا مع الباير ما حقق المراد صحيح ولا الحين اقول له ما نجح مع شنو غوارديولا راح نتكلم غوارديولا طيب السؤال وصلت بس للسعوديه بس تكفى اذا غوارديولا خلى الدوري الانجليزي مع السيتي وهو ماخذه نجح ولا ما نجح مليون بالمئة ليش لان الدوري الانجليزي بقول لك شغله يا حبيبي بقول لك شغله قبل لا يجي حامل لقب لان الدوري الانجليزي كفريق يعني في كذا فريق في كذا منافس لحظة دقيقة الدوري الألماني خلنا نتكلم الدوري الألماني عشان ما نصل مع بعض الدوري الألماني فريق واحد حامل اللقب وهو حامل اللقب عشان كذي قالوا إنه ما نجح مع الباير بس سعود رجع دقيقة ناجح 100% مو من الكبار سيتي عجب سيتي عادي فريق عادي مو ليفربول ولا مان يونايتد صار من ليفربول 20 سنة بعد الدوري بس ناس بعد تمشي انت الحين بسعد تقول عن غوارديولا مع السيتي وفي كلمة قلت يمكن ما حد سمع غوارديولا لما جاء للسيتي وين كان السيتي بطل الدوري كان. بطل اذا تعتبر ان لحظه ناصر رجاني ناصر ناصر مو معقوله لحظه سلمان لحظه ناصر انت بتتكلم اكثر من مره قاعد اكلمك ناصر مو معقوله ناصر لحظه سلمان سلمان نفس الشيء انت سلمان مو معقوله ناصر طلعنا من طول اكثر من مره كذي وين الاستفاده للمشاهد ناصر زين انا حتى بسال السعود ما خليتوني اسال السعود هو اللي ابو طلال قول جزويتك عشان ارجع للسعود انا لما بقول بذكره لما تكلمنا عن غوارديولا ولا الحين اكرر الكلام اقول لك شنو مقياس النجاح غوارديولا مع بايرن ميونخ الهدف كان الابطال قبل لا يجيهم كانوا ياخذون الدوري بعد ما مشى هم خذوا الدوري السيتي كذلك قبل لا هو موقع معهم كان بطل طيب وضحته خلينا نسال السعود سعود منو اقنعك في نقاش ناصر وسلمان
والله ما سمعت الا الاصراخ. انا ويا احمد عجل. لا لا في موضوع الجري واقعيته مو واقعيته. ناصر يقول ما كان كان واقعي. كان واقعي قصدك ولا غير واقعي؟ مو واقعي. وسلمان والله شوف اي شوف بالنهايه طبعا اراء تختلف الاراء بس انا انت ايش رايك في الجري؟ والله الجري اكيد مدرب كبير و ونفس ما قالوا الاخوان ان قول في البطولات لا لا ما تتكلم يعني تاهل مرتين نهائي تشامبيونز وحقق ثلاثه دوري والكاس ولما صعد نهائي مع برشلونه طلع منه طلع ريال مدريد ولما صعد نهائي مع ريال مدريد طلع برشلونه فعلا يعني قاعد يجادح الفرق الكبار صحيح ناصر الريال لا يعاني من اي غيابات ما خليت احد يتكلم عن الريال ناصر يعني انت من صوب وسلمان من صوب الحين خذ المايك اي ناصر شنو التشكيله المناسبه لزيدان وشنو تفضل ان زيدان يلعب باشر والله يعني التشكيله المناسبه يلعب بطريقته المعتاده اللي يلعب فيها بالشامبيونز بثلاث محاور كروز ومودريتش وكازميرو ايسكو كصانع لعب وكريستيانو رونالدو وبنزيما كمهاجمين اثنين ما تلعب بل ما راح العب باطراف فاسكوس وانسيسيو يعني 4 4 2 4 3 1 2 العب بالارتداد السريع لان اليوفي دائما يتقدم وراح يتقدم على مدريد وزيدان مدرب ذكي يعرف شلون يتعامل مع المباريات هذه ويعرف شلون يخطف الفوز ممكن ما يقدم كره جميله لكن يعرف عنده لاعبين يسجلون من انصاف ناصر انا بروح العجب بس تقول زيدان يعرف ويمكن يخطف المباراه عدل وتقول اليوفي يمكن يخلصها فرصة لازم إليجري أنا ما انتقد إليجري كمدرب إنه هو مدرب فاشل ولا مدرب غير جيد لكن ما حقق الطموح للجماهير اليوفي هو غزة إذا يتأهل اليوفي لازم يطلع بكرة لأنه هو من بإيطاليا من الفرق العريقة رقم واحد بإيطاليا رقم اثنين مو مثل مان سيتي مو من الفرق العريقة لا عندك مان يونايتد عندك ليفربول فلما يحقق السيتي الشامبيونز هذا عمل مدرب ليش ليفربول تشر احمد عجل لانه هو ليفربول ابو عجل ابي وانسى اقول له من الفرق كبيره عشان يصف معاي شويه الريال يلعب في بطوله وحيده هالموسم هي دوري الابطال تشوف امر سلبي ولا ايجابي لما يلعب على فرصه واحده لا هو يقدرون يخلونه سلبي يقدرون يخلونه ايجابي شلون هم بيخلونه ايجابي لانه بيقول لك احنا خلاص طلعنا من الموسم يعني من المولد بلا حمص على قولتهم ما عندنا هالبطوله احنا ريال مدريد فريق كبير فريق عريق ما يصير نطلع من بطوله ما من سنه ما عندنا دوري او بطوله يعني فاعتقد ان هني ايجابيه وسلبيتها انه راح ينضغطون اكثر واكثر راح يكون مركزين اكثر الضغط سبب مشاكل وبتكلم بنقطه ان الذهاب والاياب اليوفي اذا بيتاهل باكر لازم اقل شيء تكون 0-0 نتيجه ممكن يكون قادر يسجل ما يسجل الريال المفروض ما يسجل الريال فهذه الميزه اللي تكون ملعبك ولا برا ملعبك سعود بوفون صرح وقال ريال مدريد اقوى منا وتغزل في كريستيانو رونالدو وقال غريزته يعني شغفه ما لحد وهذا تصريح واضح ريال اقوى منا التاريخ يتحدث كريستيانو لديه غريزه الحسم هو لاعب متكامل وبعد كليني قال لنا راموس افضل مدافع في العالم تشوف شنو اسلوب تخدير ولا يعني شنو الاسلوب اللي يعني والله ممكن يعني اكيد طبعا هم لما يتكلم بوفون عن كريستيانو يعني فعلا انه هم كانت اهداف يعني وارقامه تتكلم بس انا دائما اقول يعني حتى بنقاشاتي اقول مشكله كريستيانو انه جميلة ميسي بس فقط لا غير يعني ان كريستيانو تروح ترجع لميسي اي اكيد احنا بنتكلم عن برشلونه نفس الشيء هذا خمسه هذا خمسه حاليا اليوفي لا لا خل يعني جائزه افضل لاعب بالعالم انا اتكلم مشكلته هذا اكبر دافع كريستيانو اصلا اذا ماخذ خمسه كره ذهبيه انا اتفق ان كريستيانو رونالدو ماكينه اهداف يعني نفس التصريح اللي يقول الشغف في حبه وتسجيل الاهداف وطموحه عالي سجل على بوفون سبع اهداف في خمس مباريات اي فعلا اي إيه هذا اللي اكد كلام بوفون يعني اي بس رد عليك احمد عزيز قال عنده متعادل يا ميسي لانه هو قارنه بميسي في الكره الذهبيه وهو بالجوائز الفرديه اكثر متعادل بالجوائز الفرديه بس لو تساله الحين من الافضل؟ جاوب ميسي بس خلاص اقول الصدق انا كلاعب يا هوي يعني يجيب شو اسمه الاحصائيات وهذا وكل شيء ممكن يتفوق على ميسي ممكن بس تسال اي واحد من الاخر واحد زاد واحد يساوي اثنين من الافضل راح يقول لك ميسي بس في شغله ابو محمد خلينا نتفق انهم اثنين عظماء عظماء هم اساطير فعلا فعلا لا لا فعلا اساطير يعني اذا قلنا اذا قلنا في عشاق لميسي في عشاق بس لا ميسي محمد عندي نقطه الحين بوفون كليني المدرب قاعدين يشهدون بمدريد كلنا متفقين ان كريستيانو اي احد استفزه
يثور عليهم كريستيانو، نكون واقعيين. اي احد يتكلم على كريستيانو ياخذ عقابه في الملعب. زين، فاستغله والظاهر واضحه ان مستغلين. شنو توقع تطوف على لاعبي ريال مدريد؟ اكيد ما تطوف، خبرتهم الكبيره واساميهم طبعا. بس انه خل انفخ اللاعب على الاقل، بدل ما يدش 100% يدش يا اخي 99% ممكن ابوق منه المباراه. سلمان بوفن بعد صرح قال مجموع مباراتين باكر الذهاب والاياب في البرنابيو يقول ما راح يكونون اسوء من نهائي كاردف اللي انتهى 4-1 نتيجته. صحيح صحيح، يعني يمكن حتى لو تخرج باي نتيجه كانت ما كانت ما راح تكون يعني قسوتها عليهم مثل نهائي الشامبيونز ليج الاخير، خصوصا الكلام لبوفون. يعني هو اكثر اللاعبين خبره، اكثر اللاعبين مرورا بالتجارب، اكثر اللاعبين مراره يمكن الوصول للنهائي والخساره. بالتالي اعتقد ان الامر بدا يكون نفسي بين 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 لاعبين يوفنتوس ولاعبين ريال مدريد، من اللي تفوق اكثر بالملعب ويكون قارن الفريق الثاني اكثر. ايضا التوفيق يعني في مباريات تكون فيها والحظ. تصريحه مع تصريحه، اي مع تصريح، مع تصريح بوفون، مع تصريح. انا رايي بوفون لو بتسالني منو افضل حارس بالعالم اقول لك بوفون، وقلتها في الحلقات حاليا صراحة. ولا بالتاريخ؟ بالتاريخ. لكن انا ضد تصريحه. انا معك ضد تصريحه 100%. اللي هو انا كابتن فريق وقائد، حتى لو انا كمدرب كابتن فريق يتكلم بهذه اللهجه يقول ان كريستيانو رونالدو الريال افضل منه وكريستيانو رونالدو. هل ممكن تكتيك ناصر؟ تكتيك ليش؟ أليجري قال افضل فريق بالعالم. عندك انت مجموعه لاعبين لما يدخل يعني 9 لاعبين 10 لاعبين يدخلون الملعب، شنو انت تبي تزرع فيهم الدافع؟ انت كابتن الفريق، انت قدوتهم، الدافع والحافز واراده، وتدخلهم بمعنويه عاليه، وخصوصا تلعب في ملعبك وجمهورك. فانت يدخل اللاعب شنو 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 مشاعره اذا كابتن فريق يقول ان ريال افضل مني؟ احنا كريستيانو رونالدو ماكينه العالم. أليجري قال احنا بسنه مستمره على ناصر. ناصر انا مدرب جهاز اداري كيفه اقول شغله، لكن قيمه لاعب في داخل يعني داخل المستطيل الاخضر المفروض يبتعد عن هذا. بقول لك شغله، احنا بطوله من بطولات كاس خليج 20 اللي خذيناه كان اتفاق تصريحاتنا ان احنا فريق جايين للمشاركه فقط، ننجح البطوله خلصنا المباراة، والله مباري فريق القطري لا والله خوش فريق اقوى منه ان شاء الله بنجاريه، للسعودي له تاريخه له قوته مش عارف ايش، خذينا بطوله ومشينا. شنو كان الوضع لما ندش الغرفه يسكر الباب يلف عينه يقول الكلام اللي قاعد تقولونه شيء الحين شيء ثاني. يعني بتوصل اللي بتوصله ابو عجب انه ما يعني مسيره وخبره بوفون يعني ما راح تطوف عليه انه يصرح مثل التصاريح، واكيد ما بين اللاعبين عندهم شيء ثاني. والدليل منو صرح؟ بوفون عندي كليني وبالمقابل حتى الطرف الثاني معناته انه رؤوس الفريق. نعم عندي اتصالات. عمر صباحك الله بالخير. الله بالنور، حييك وحيي ضيوفك الكرام. حياك الله يا عمر. الله يحييك. انا شوي بس بعرج بعيد عن مباراه يوفنتوس ومدريد عن مباراه ميونخ واشبيليا. قول. اليوم يوب هانكس في المؤتمر قال كلمه وايد حلوه يعني، ويعني فيها تفاؤل يعني مع المدرب. يعني سالوه في المؤتمر انه في السنوات اللي فاتت كان الأندية الإسبانية عقدة لبايرن ميونخ، يعني أتلتيكو وريال وبرشلونة على التوالي. فيعني شنو أنت مجهز حق إشبيلية؟ فكان رد الأمانة رد جميل، قال يعني في 2012 أنا أخرجت مدريد، 2013 أخرجت برشلونة، الأربع سنوات ما تعنيني. قال يعني إحنا بالغد ممكن إن شاء الله نمتلك فرصة كبيرة إن شاء الله يعني ميونخ يفوز. ونتمنى يعني هانكس هو سلاح ميونخ الحقيقي حاليا هو يوب هانكس، لأن الأمانة نقول لك اللاعبين جودتهم قلت بحكم السن والعمر، وايضا مفاتيح اللعب الشاب مثل كومان، اصابه نوير، هذه نوعا ما مؤثره، ريبيري، روبن. احنا يعني انا اتوقع اعتماد ميونخ الكلي على توليفه تانكس، وهانكس ان شاء الله قد الثقه، متفائلين ان شاء الله باكر ان كل الشكر لك يا عمر. معنا حسن. السلام عليكم، الله يعطيك العافيه اخوي مشاري. حياك الله. حياك الله يا حسن حبيبي. اول شيء اصبح عليك وعلى الموجودين كلهم بخصوص الكابتن الكبير سعود المجمن. بس حبيت على اقول لك مع تصريح بوفون، والله ما ادري تصريح بوفون احس انه يعني المفروض بوفون ما يقول كذي، يعني بدال انت تشيد باللاعبين فريق الضد وهذا لازم تشيد بلاعبينك وتعطيهم حافز، وهذا يعني كونك انت كابتن كبير يعني مو ان شاء الله مو جديد عليك هاي ان شاء الله. وان شاء الله ثاني عندي سؤال حق اخوي سعود، يا ريت يقول لنا منو افضل مهاجم بالتاريخ بالنسبة حقه، مو شرط ميسي وهذا، يعني واحد ما عصر تاريخيا. والله يعطيكم العافية. كل الشكر لك يا حسن. معنا محمد، صباحك الله بالخير. محمد. ألو. حياك الله يا محمد.
الله يحييك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا يمكن بغير الموضوع شوية، بس لازم أقول ما يميز كابتن سلمان عواد إنه مبتسم دائما، إن الفوز عند الخسارة، وجاب للسالمية كأس ولي العهد تحت إدارته الحمد لله، والحين هو مع كابتن عزيز حمادة متفاهمين جدا جدا، يعني نفس كنا أشوفهم مثل جاسم عقوب ودي خلقه. السالمية معهم خير ولا خوف على السالمية لله الحمد، واتمنى وجوده في السالمية للأبد، ومشكورين. كل شكر لك، يعطيك العافية. معنا اتصال. أحمد، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. العافية، حياك الله، تفضل. بغيت بس أتكلم عن نقطة بيب غوارديولا ومع بايرن ميونخ. بيب غوارديولا وقع مع بايرن ميونخ 16 يناير 2013، ذاك الوقت كان بطل الدوري الألماني آخر سنتين بروسيا دورتموند، قبلها بايرن ميونخ بطل، وقبلها كان فولسبورغ البطل. يعني آخر 4 سنين قبل لا يجي غوارديولا بايرن ميونخ عنده دوري واحد بس. لما بس كان آخر دوري ما كان ثلاثية. ساك الله بخير. متوقع وياهم بيب غوارديولا، وقع وياهم بيب غوارديولا 16 يناير كان ما عندهم إلا آخر سنتين بطل الدوري دورتموند. لا لا لا، بس السنة هذه خذاها أحمد عشان وقته لا يروح، بس نعطي إيه تقوله. طيب، حساس إن الناس قاعد تقول إن بيب غوارديولا جاها والدوري كان مجهز والدوري على طول ياخذ بايرن ميونخ، الكلام هذا مو صحيح. قبل لما وقع يوم 16 يناير كان البطل آخر سنتين دورتموند، وبايرن ميونخ أصلا ما كان ينافس، كان وضعه مو جيد نهائيا. لما جاء شفنا كل بونش اللي صار مع بايرن ميونخ، فهذا دائما الناس غلط فيها، تقول إن بيب غوارديولا جاها حق الدوري الألماني كان فريق الدوري الفريق الواحد، مو صحيح. وضحتها يا أحمد، كل شكر لك. سعود، منو افضل مهاجم بالتاريخ بالنسبه لك؟ روماريو البرازيلي. افضل من الظاهره؟ ايه، وجهه نظري. ايه، انا وعلى فكره ترى، بس انا واخوي فهد الانصاري متفقين في كل شيء الا بالنقطه هذه، وهو مع رونالدو البرازيلي ولا مع روماريو. نعم، نذكركم مشاهدينا ان حكم مباراه اليوفي ريال مدريد التركي شكير، والمباراه راح يرجع توقيتها صيفي 10:15. الحين وصلنا الى توقعات، نبلش مع احمد عجب. اليوفي ومدريد انا اتوقع 1-1. ابو طلال، والله صعب. اهم شيء هديت على ناصر، بس لا انا هادي يا ناصر. ايه، وليه ويا مو ناصر اطيب قلب ماخذه وياي يا اخي. اتوقع اليوفي. اليوفي كم؟ اتوقع 2-1. عشانك شجعت اليوفي. اتوقع، اقول لك اتوقع. اتوقع 0-0. مباراة الذهاب 0-0. اي، والحسم يكون مدريد. وانت توقعت تاهل مدريد. ناصر باكر، انا اروح الى 3-1 اليوفي. 3-1 اليوفي. كيبالا راح يكون نجم المباراة. صدق 3-1 هم ما تاهلوا. خسروا 2-0. كوستا وديبالا. ديبالا نجم المباراة. ديبالا نجم المباراة. فاصل مشاهدين وبعدين نتواصل. نرحب فيكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرة الرومنتادا مع ضيفنا سعود المجمد. جاهز؟ جاهز. ننتقل معاكم للرومنتادا. سعود، بنشوف معك الصورة. تفضل. الصورة تقول عروض الانتقال تنهال على سعود المجمد، هالخبر كان في 2016، شنو كانت العروض؟ والله جاني عرض من نادي كاظمة، من نادي الجهرة، من نادي السالمية، بس العرض الرسمي من نادي كاظمة. وشنو صار؟ الإدارة ما وافقوا النادي. ليش؟ شنو السبب اللي ما خلوا وافقوا؟ يقولنا محتاجينك. ولا مثلا لا، ما وافق المدرب أثناءها، كان مسي عليه بالخير كابتن راشد دية. ولا ممكن العرض المادي ما كان مرضي؟ لا لا، لأن العرض المادي ما لهم شغل فيه النادي الأمانة، يعني هو يتنازل عن مستحقاته. لا تقول لي ما له شغل، أنديتنا الكويتية لا بعض منها، أغلب منها يفكر بالنسبة. لا، انتقال معلومة، انتقال داخلي في الكويت، نادينا احنا ما ياخذ منه. اي، نادي قادسية. اي، انتقال خارجي ياخذ عاد نسبته هو، بس ان اللي ما وافق شو اسمه الكابتن راشد الديح. إيه؟ زعلت؟ هزتها؟ لا والله، شوف دائما يعني الخير فيما اختار الله، والحمد لله وقعت وحققنا الدوري. في عروض سعود المجمد حاليا؟ لا.
الموسم تعرضت إصابات كثيرة ويعني قلت مشاركتي هالموسم مع الفريق. تحس أنك مظلوم هالموسم مع ديليبور؟ لا لا ما أحس أني مظلوم، قلت لك الكثرة تعرض الإصابة. شون علاقتك مع ديليبور؟ ممتازة ممتازة، علاقتي مع الكل الأمان ممتازة. نشوف معك هالفيديو. يلا تفضل. كما نتابع هذا اللقاء، هذا اللقاء الذي يشهد مشاحنات الآن مجددا في مثل هذه اللقاءات، هذا اللي كما نتابع من المفروض يعني من حسين العاشور أن يهدأ. أنت إداري يا حسين، المفروض تعطي يعني الهدوء لكل اللاعبين، لكل لاعبي الفريقين، وليس أيضا يعني كما نتابع محسن غانم والبعيد على الإطراف، كل البعد عن ملاعبنا، وهذا يعني إحدى يعني المشاحنات. سعود، شو اللي صار بالضبط بينك وبين حسين عاشور؟ والله شوف قاعد تضحك البداية. اي اضحك لان مسي عليه بالخير، اخوي ابو علي صديق واخ. طبعا صار يعني كل هذا في اطار التنافس الرياضي للامانه، يعني تشوف اي حدث يحصل داخل الملعب، بس والله من نطلع برا الملعب ما في بقلوبنا اي ذره حقد او كراهيه يعني. لا بس خليك واقعي، شنو باطار التنافس الرياضي والروح الرياضيه؟ لا اللي صار يعني واضح من الطرفين، انا ما اقدر الوم مثلا طرف القادسيه ولا العربي. يموت حصل بس خارج يعني أثناء الملعب بالتنافس صير في مشاحنات. زين انا اكلمك اثناء الملعب فعلا صير في مشاحنات، ويعني تصير امور كبيره يعني. انا وياك تدري متى سعود؟ لما يكون بس انا قصدي برا الملعب ما في شيء. لا انا لما يكون داخل الملعب انا اكون وياك، لما يكون برا الملعب وتصريحات من لاعبين واداريين وبالسوشيال ميديا هني نقول لا طلعت المباراة وطلعت التنافس صار شيء. سؤالك الفيديو العرضي إيه؟ ولا موضوع ثاني؟ لا لان انت قلت داخل الملعب، انا برجع للفيديو. اي داخل الملعب ما في اي شيء يعني، هو تهجم شوي علي لان انا اللي نرفزت الأمانة. اي واضح. انا اللي نرفزت، اشرت لبيدك. لا قبل لا اشر لبيد، الكره طلعت اوت انت كمية العربي. ايش قلت له؟ ما كلمت الحين تجيك، فعطاني الكره لاعب العربي كان حذفها بالمدرج ودشيت الملعب. فتعمدت إضاعة الوقت. فهو ما تحمل الموقف هذا، لحقني فهمت، وقال اللي قاله. طبعا هو يمون ابو علي. ايه فانا التفت عليه وقلت اضحك. وقلت حق الحكم سمعته، يلا طرد الحين. فكنت قاعد اعطيه اشارات ان انا ارفزه، والحمد لله نجحت في هالشيء. واقول لك هاردك يا ابو علي. هاردك مره ثانيه اليوم. ايه هاردك، لان هذه المباراه اللي ما خلتهم ياخذون الدوري. طيب وهذا الشيء يخليني افرض تساؤل الحين، ليش خارج الاعداد كنتوا تعمدون استفزاز اي طرف بنادي العربي في موسم منافستهم بالدوري؟ لا شوف احنا كنا يعني كحريمين تغريديين. انزين شيء طبيعي، يعني شيء طبيعي المنافسه، بس انا نفس ما قلت لك المنافسه تكون يعني في اطار الملعب. صدقني برا الملعب ما في اي شيء، وكلنا اخوان ويعني ونمون على بعض. سعود انت صريح؟ صريح ان شاء الله. ما عندك مشكله اسالك اي سؤال؟ تفضل. لو كان العكس تقبلها من لاعبين العربي؟ العكس بشنو؟ لو انت كنت منافس على الدوري وصار لي هل هذا حق مشروع حق مشروع تقبلها؟ شوف قلت له صريح بذاك. اي صريح حق مشروع تقبلها اكيد، ليش ما تقبلها؟ ما راح تنرفز وتعصب؟ حق مشروع احنا لما يستفزونك. احمد عجب يذكر ياما فرق ضيعت علينا الدوري ياما يعني، واقرب فريق يمكن نادي كاظمه تذكره احمد عجب. فبالعكس هذا حق مشروع اي نادي. وضحتها. إيه؟ خلصنا وياك الرومنتادا وباقي لك الوانتو. يلا الحين نسمع من احمد عجب تعليقك احمد. لا صح، انا اتذكر بالبدايه بالنهايه هذه كره قدم. وسعود كلامه طيب الامانه يعني صحيح. عجبني طريقه كلامه، يقول لك يصير اللي يصير داخل الملعب، بس برا الملعب احنا اخوان وحبايب. بس بتكلم عن اخر نقطه قال، اللي هي مباراتنا مع كاظم 2008 وصل فيها الاستحواذ اعتقد 80% 20%. حتى اتذكر فايز بندر نزل اخر 10 دقائق مهاجم هو قلب دفاع وضيع لك كورتين قدام الجول. حتى انتهت المباراه لما صفر الحكم لاعبين كاظمه اتذكر كانوا يقولون هي، وما كان لهم لا ناقه ولا جمل بالمباراه. اخوي مشاهد انا بس بضيف شغله، شوف انا قبل لا اجيكم اللقاء كنت مع الكابتن علي مقصيد احب امس عليه بالخير، فقلت له انا رايح. انا قلت لك لا في الكل. قلت له انا رايح اللقاء. الكل طالع من القادسيه بعد راح العربي بعد. لا ابو حيدر اخو. فقلت له رايح اللقاء،
فقال سعود نبي يعني شغله يصير عليها لقب كذي. قلت والله اذا بتكلم ما كله على العربي يعني ما في الا على العربي. فقام يضحك هو. بس من السؤال اللي سالتني اياه لا تخش نسال عادي. العربي ذاك الموسم ما كان يستحق الدوري. ما كان يستحق الدوري. انا خالدك صراحه. ليش ما يستحق الدوري؟ وجهه نظري لانه ما فاز على الكويت والقادسيه. مو شرط. بس انا خالدك سعود. يعني الفرق الكبار لازم يفوز الفرق الكبيرة. أنا عندي واحد من ربع مسي على بالخير ما يشجع نادي العربي. عيال عنده ثلاث عيال هو متصدر حطوا تريمبا راحوا نادي حببونا في الدوري. معلش طيب بس ترى مو شرط. بس بعطيك مثال عالمي. مثال عالمي ريال مدريد العام مباراة الذهب انتهت 1-1 في الكامنو وخسر مباراة الإياب وحقق الدوري. مشاري بما أنه بس سعود دقيقة لعبة العربي هو يقول ما يستحقها السنة هذه. لا أنا بالعكس ناصر تكلم وقال خلوا الكل يعني جمهور ملاعب مباراة كلافول كان يستحق قض النظر بعد القادسية على العربي على الكويت بالأخير هو دوري واللي يجمع نقاط. وضحت عشان عندنا تقرير مواجهة إنجليزية منتظرة يوم الأربعاء الكل ينتظرها مجددا بيب غوارديولا وكلوب في دوري الأبطال. نشوف التقرير ونرجع وياكم. نعم مشاهدينا مواجهة إنجليزية خالصة يمكن كثير من عشاق البريمري ما يتمنوا هالمواجهة لطموحهم في وصول أكثر من نادي إنجليزي لقبل النهائي. بطلال تتفق أنها مباراة الأمتع في دور الثمانية؟ نعم هي الأمتع بالنسبة لدور الثمانية. أنا من وجهة نظر راح تكون توقع ونتمنى تكون هي الأمتع والأفضل فنيا. أمتلك الفريقين صراحة من هجوم قوي. خصوصية الفرق الإنجليزية ما يكون هناك يعني ما يطغى عليها دوري الأبطال كثر ما تكون مواجهة إنجليزية خاصة. طبعا أنت رسمي مع ليفربول يعني لا انا راح اطالع لا مو نفس اليوم مباراه هي ما مباراه برشلونه وروما يعني ما تهمني صراحه. انا بالنسبه لي ما تهم انت بتتابع قصدك ليفربول والسيتي في نفس يوم برشلونه وروما وتكون متعاطف مع ليفربول لان انت من محبين مورينيو فما ودك بيب غوارديولا يتأهل. بخلي ناصر يرد عليك. ما ود انا قلت ناصر لا يتأهل. لا بس انا ما لي شغل. اول شيء لازم ما دام نذكر مان سيتي لازم نعطي ديباجا كل مره الابداع الخيال الممتع القاتل القناص غوارديولا اللي يعملها بكره القدم مثل ما ميسي يعمل اشياء خرافيه. هذا المدرب لابد ان نشيد فيه. طيب خلصت بعد من بعد من بعد, بعد مقدمتك عند بيب غوارديولا شنو السر تفوق كلوب على بيب غوارديولا؟ المشكله الاساسيه انا بوجهه نظري انا مخطئ. احنا نتعلم منهم. هذا افضل مدرب بالعالم. المشكله الاساسيه كبرياء غوارديولا. كبرياء في اسلوب اللعبه. يفرض اسلوب لعبه على الخصم. طيب ناصر جهز اجابتك. عندي اتصال من السعوديه وارجع جهز اجابتك. معنا محمد. صباحك الله بالخير يا محمد. صباحك الله بالنور. حاب ارحب في ضيوفك. حياك الله. وحاب ارحب كابتن سعود وباذن الله ينورنا في جده ونتود في الكان. وجه خير علينا. الله يسلمك خليك. وحاب ارحب في المبدع والكلام اللي قاله تو عن بيب الاستاذ كاظم ناصر العمراني. باذن الله ناصر العمراني وباذن الله باذن الله يا احمد عجب الوعد يوم الاربعاء باذن واحد احد 3-0. اتمنى. تدري ليش؟ لان اذا طلع ليفربول بكمل مع السيتي للنهائي. كيف؟ اقول اذا طلع ليفربول راح اكمل مع السيتي للنهائي. راح يكون فريق السيتي بعده بإذن الله تشجعنا إلى النهاية. محمد تكلمنا من وين بالسعودية؟ من الرياض. حياك الله وتحية لأهلنا في الرياض وفي كل من يتابعنا. اتحادي اتحادي. وبرنامجنا؟ برنامجكم والله من أحسن ما يكون. حنا متابعينا من زمان وين تواصل معك في تويتر. نتشرف فيك وشهادة نعتز بها. كل الشكر لك يا محمد. يعطيك العافية. ناصر ردك انت كذا تخلينا عيد لا الحين جاك اتصال من السعوديه مؤيد لكلامك. كبرياء كبرياء وابداع بس رد ليش متفوق كلوب على الناس والقتال ويقتل الفرق ناصر قاعد تهرم ناصر قاعد تهرم. انا اقول لك مشكله غوارديولا زين الكبرياء وشويه متعالي في اسلوب لعبه. ايش معنى كلوب
لا لا جوارديولا لان يضع اسلوبه دائما اسلوبه يفرضه على الخصم. يعني انا العب اللعب المفتوح والاستحواذ حتى لو مباراة نهائي العب بنفس ما قلت كلمتك اليوم ما راح اقولها العب بنفس الاسلوب. جوارديولا لو يلعب على الخصم وقوة الخصم ونقاط القوة والضعف ممكن يفوز بأكثر من 4-5. بس اسمع خسر ناصر عذرك خسر مع ليفربول اللي خسر من قدام كلوب عشان 4-1 ناصر في 10 دقائق ماكو مدرب. انا اي مدرب 4-1 يقول لا تروح عليه المباراة 5-6-7 بس خسر 4-1 في 10 دقائق بنفس اسلوبه ونهجه اللعب المفتوح قول 4-2 4-3 واخر شيء المهاجم اغويرو كان بنقول التعادل كان اوفسايد. هذه مشكلة جوارديولا في الشامبيونز ليج. بس ما جات على سؤال ناصر. هذه مشكلة جوارديولا بالشامبيونز ليج وتفوق المدربين. هذه مباراة. تفوق كل المباريات نفس هذا. هذا مثال. تفوق المدربين عليه لأنه هو لا لا ما يغير فيه. احنا سؤالنا كلوب ما في احد تفوق عليه غير كلوب. زين عنده لحظة لأن كلوب مدرب ذكي. ناصر. يعرف يتعامل. ناصر. أنا تمام. أنا أنت مدرب يعني أسلوبك مكشوف بالنسبة لي. وكلوب ناصر لا 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 ناصر ولا كلوب ناصر ذكي ناصر كل مباراة لا فكر واسلوب ناصر. بس نعطي سلمان ناصر انت تقول انه بيفرض اسلوبه يعني ولا راح يغيره سواء الفريق ضعيف او فريق قوي صح؟ برافو صح. زين وين الواقعية بهالكلام؟ انت لما تقول انا العب باسلوب واحد فقط المدرب مو المفترض انه يكون واقعي وعنده متنوع اساليبه متنوعه على حسب الفريق اللي قدامه. احنا ما قلنا على حسب لحظه بس لا تخليني اتكلم. انت فهمت شنو هو يبي يصيد ممسك مشاري ان جوارديولا يقول عنه انه مو واقعي. هو يبي يقول شيء واضح كلامه قاعد يبحث ما بين السطور عشان والله يقول جوارديولا مو واقعي. طيب. المفروض يغير اسلوبه طيب عشان يكون واقعي. ايه انا اقول لك اياها جوارديولا مو واقعي اقولها بالهواء بس ارتحت مو واقعي لانه هو قاعد يسوي شيء جديد هذا سابق الكرة القدم ثانيتين مثل ميسي يقول ثانيتين قبل الكرة التي له عارف انه جول. جوارديولا بالتدريب سابق المدربين بثانيتين مو بثانيتين لا لذلك أكثر. صدقني اكثر والله شيء ما سواه إيه؟ لذلك انه ما في واقعيه ناصر في ناصر يعني خيال صح هذا الخيال والابداع اللي نقوله كل ديباجة ناصر بقول ناصر اكثر مره بالحلقه بنبهك ناصر توقف مشاري ايش اسوي كابتن سلمان يعني اعرفه من يتكلم ناصر ما يتكلم سلمان تقاطع انا سالتك سؤال على قياسا على كلامك اللي مساء تقول يعني واقعيا عرفت شنو 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 تعني الواقعية؟ الواقعية لازم تكون انت واقع عندي اكثر من اسلوب العب على الفريق اللي قدامي اللي هو اللي دربه ناصر اعرف شنو امكانياته ونقاط القوه نقاط الضعف والعب عليه. لكن لما تجيني تقول لي القتال مش عارف وبعدين تقول لي مو واقعي انا كلام كلام سعود من يعجبك اكثر بيب جوارديولا ولا كلوب؟ والله طبعا هما اسمين كبار في عالم تدريب في كره القدم بس انا ميل لجوارديولا عشان القناص زين سر تفوق كلوب يعني بالمواجهات ايه فعلا بالمواجهات ممكن ان كلوب متفوق على جوارديولا بس انت سالتني بين الشخصين اكثر مدرب هزم بيب جوارديولا فعلا كلوب فعلا بس المباراه يعني اكيد المباراه يعني كبيره ومثيره راح تكون بين الفريقين بس سؤالك لي ان تميل لمنو لجوارديولا لطريقه لعبه يعني الانتشار في الملعب واللي سواه طبعا في برشلونه يعني سوى عمل نقله نوعيه في عالم تدريب في كره القدم لا عجب بيب جوارديولا قال خلاني اخر واحد لا لا انا بعطيك فرصه اكبر لانك ليفربولي. بيب جوارديولا صرح قال ان طريقه ليفربول تزعجني وعدت مباراه يعني شاف مباراه الاخيره 4-3 اكثر من 20 مره فممكن يغير اسلوبه يوم الاربعاء. شوف بدايه بتكلم عن تفوق كلوب على جوارديولا. بالنسبة لجوارديولا بالنسبة لي أفضل مدرب موجود حاليا بالعالم والدليل روح السيتي يخلي السيتي فريق من فريق عادي أو فريق بطل بس على قده إلى فريق مرعب جدا. شوف نظرات سلمان بقول إذا فريق يخوف أوروبيا بالعكس هذا واقع يفرض نفسه. ايش قصدك في واحد غير واقع الفريق الأمتع والأقوى ايه مانشستر سيتي عرب فخلى فريق مرعب أوروبيا من كان بالدوري ينافس سوى النفس مال جوارديولا اللي شفنا برشلونة 2009 الضغط العالي الاستحواذ يعني لو ميسي مع جوارديولا حاليا شنو بيصير. ولكن سر كلوب متفوق عليه وبوجهة نظري ان اثنين يلعبون كره قدم شامله كره هجوميه. ولكن سؤال بعد شوي حق ناصر مش الحين عشان تخلص كلامي بس لو 350 مليون
اللي يدفعها غوارديولا يدفعها كلوب. مو 350 اكثر من 580. اوكي ها 580 لو نفس ما قط غوارديولا قط كلوب وجاب اللاعبين اللي عليهم القيمه نفس غوارديولا، شنو بيصير؟ بوجهه نظري راح يكون سيطره الكلوب والفريق. بعطيك حقك انا مساها قطعت. معلش 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 بس احمد دملك دخلت ناصر خلص سؤالي زين. ما خلص انت اللي دخلت. يبي يجاوب يجاوب بس لو ال500 يستلمها كلوب نفس غوارديولا ويجيب اللاعبين اللي يبيهم وهو الحين بدون ال500 ومتفوق عليه معاها ايش بيسوي فيه؟ انت مسك الماده قبل لا لا خلص بس يقول انا يوم كنت لاعب كنت هادي وبارد هذا بس محلل غير بالهواء غير بالهواء اول اول كل ما تجي عندك تجي اتصال اتصال اخذ الاتصال انا راسي اخذ الاتصال على راسي احمد بغوره حياك الله. الله حبيبي مشاري يعطيك العافيه. حياك الله طال عمرك. تحيه لكل المتابعين. انا راح احكي بس بشكل سريع عن مباراه ريال مدريد خسرا امام يوفنتوس. نعم يعني هي مباراة مرتقبة جدا لأنه تقريبا هي أكون مباراة جمعت بين الناحية الذهنية والناحية التكتيكية. طبعا بكون نحن بنعرف أنه زيدان وأليجري مدربان واقعيان للغاية بكرة موقع تكتيكية بحتة. بنفس الوقت شفنا التركيز على الناحية الذهنية. خلينا نبصم على حكي زيدان اللي حكاه اليوم قبل المباراة أنه نهائي كارديف لن يؤثر إطلاقا على اللي حنشوفه بكرة. هاي نقطة مهمة جدا. مباراة ذهاب وإياب التحضير حيكون لها مختلف تماما من أليجري. توقعات لهالمباراة صعب جدا انه الواحد يتوقع خصوصا من واحد مدريدي دائما الاماني ممكن تدخل. اهم شيء اتمنى من زيدان انه التشكيلة اللي حيدخل فيها هي تكون 4-3-3 واهم شيء وجود بيل او اسينسو في المقدمة. انا ضد تواجد ايسكو وبعض التوقعات انه زيدان رح يراضي ايسكو من خلال هالمباراة. انا اتمنى هالشيء ما يحدث لانه نحن محتاجين نستغل بطء وسط يوفنتوس في العملية الارتدادية. هذا الشيء بيخدمه اسينسو او بيل. شكرا شكرا لك وسعيدين في مداخلتك يا احمد. تفضل ناصر. هو السوق ذبح غوارديولا لان غوارديولا ما خذ نجوم سوبر ستارت، ما اخذ كريستيانو رونالدو. السوق اسعار اللاعبين ارتفعت، خذ ظهير ايمن، ظهير ايمن نسبه وتناسب، ظهير ايسر بالنسبه والتناسب قيمتهم ماكو مدافع في السابق يوصل 60-70 مليون السوق. اما النجم يظل سعره فوق. هو غوارديولا ما اخذ كريستيانو رونالدو ما اخذ بس احمد قاطع مثل ما كلمت ناصر قاعد قاطع. غوارديولا ما اخذ كريستيانو رونالدو، ما اخذ ميسي، ما اخذ سواريز، ما اخذ النجوم. النجوم في السابق لهم فرق في السعر. الحين السوق رفع سعر المدافعين اكثر مبالغ، خذ مدافعين تاريخ البريمير ليج مدافعين دفعهم غوارديولا نسبه وتناسب. هذول شفت اللي خذاهم ما يبون 50 مليون في السوق القديم. اما النجم كان فارغ. قصدك السوق صار فيه طفره بالضبط طفره. إيه؟ لان انا خذيت دفاعات وخذيت لاعب. إيه بس ممكن نادي يقدر يشتري بنفس المبالغ. لا بعد خلاص انا لما طلبت من رئيس النادي كمدرب طلبت مدافعين. طيب مع باير حارس مرمى مع الباير فريق الباير من زمان فريق قوي. طيب اي مدرب ياخذ. ناصر اعطيتك وقتك. عندي اتصال تيسير. صباحك الله بالخير. يلا بالنور مشاري. حياك الله طال عمرك. أمسي عليك على الكباتن. حياك تفضل. أول شيء ما نختلف عشان عارف أقول نقطتي إن غوارديولا أفضل مدرب بالعالم، ولكن كابتن ناصر يبالغ بمدحه يعني. واللي اللي مجاب له كابتن سلمان قاعد يقول الرد اللي ودي أقوله له. يعني مثلا إحنا إذا بنقول إن غوارديولا أحسن مدرب وطايف زمانه وكل هذا يسألونه زين شلون كلوب طايف قادر عليه؟ يقول لنا كلوب قاري. زين شلون احسن مدرب بالعالم وهذا قاري ومتفوق عليه؟ هذه كره لازم يخسر كابتن ناصر. نخليه عشان الوقت. تفضل. كثر المدح من كابتن ناصر اعتقد غوارديولا ما يمدح نفسه هالكثر. هو افضل مدرب بالعالم لكن كابتن ناصر يبالغ 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 وايد بمدحه حق هذا. واسف على المدح كابتن ناصر وللامانه انت انسان تثير الحلقة للامانه. وكابتن سلمان هو اللي ياخذ حقي منك. لا قاعد لا قاعد هو مثل ما تفضل سعود يقول لك تيسير غوارديولا ما يمدح نفسه كثر من المدح اللي قاعد. ومثل ما قال في شيء اسمه حب. هذا حب. انا احب غوارديولا كمدرب وردا عليه انا قلت حق كابتن سلمان مدرب غير واقعي دائما يفرض اسلوبه ونهجه على الخصم سواء خصم قوي او ضعيف. مع بايرن ميونخ قال لما سألوه بالمؤتمر الصحفي راح تحط واحد يمسك ميسي قال انا العب نفس اسلوبي
ضد برشلونه وكلا وخسر. طيب ناصر زين فهو هذا هذا ناصر وصلت انا عشان ما طلع انا امدح انا سفيها ملل ناصر رساله امدح بجوارديولا عشان عاطفتك وضحت انا ما كملت بس طبعا هذا كلامنا كله ان جوارديولا انا قلت بلشت كلامي افضل مدرب حاليا بالنسبه لي ولكن هذا ماني عارف احمد بسلك على ليفربول على ليفربول إيه اللي قال الانفيلد الاوروبيه شنو تعني حق سر من اسرار تفوق ليفربول في هالمباراه راح يكون جمهوره يكون صريح معك خصوصا الجمهور وعامل عمايل بيستقبل حافله خارج النادي الالعاب الناريه حركات الاعلام اللي خلف كل مربع الاعلام جمهور ليفربول غير يعني خصوصا بالانفيلد وخصوصا في الليالي الاوروبيه راح يكون هذا سلاحهم الاول والاخير بغض النظر شو راح يكون بالمباراه انا متاكد ان مباراه يوم الاربعاء راح تكون ثلاثه فيها اكثر من ثلاثة اهداف للفريقين مباراه الاياب راح تكون راح توقعات لا لا مو متوقع اقول اكثر من ثلاثة اهداف مباراه مفتوحه من الفريقين واللي يفوز راح نقول له مبروك هالمباراه اللي تستحق تقول له مبروك للفايز سعود تاثير غياب اجويرو عن المباراه والله اكيد اجويرو مهاجم كبير اكيد راح يتاثر هجوم السيتي في نعم خيسوس هل قادر انه يعوضه كنت اتمنى تسالني هالسؤال السؤال الاول مال اجويرو جاوب انا اقول لك ليش اجويرو اكثر لاعب يسجل على ليفربول اذا الاربعه موجود بس ما سجل بالانفيلد بغي يسجل اعتقد سجل ويصححوا لي الشباب اللي طاف الجولتي اعتقد رينا على الطرف برا 18 وشاتها على طول يصححوا لي الحين اعتقد هذه ملعب الاتحاد ما ادري المهم فاكثر لاعب يسجل على ليفربول وكل ما اشوفه في المباراه ادري انه مسجل هذا خيسوس راح يعني شوف ممكن منتخب برازيل ممكن يعوض شو اسمه خصوصا انه اساسي في منتخب برازيل توقعاتك مباراه الذهاب بين السيتي وليفربول ليفربول والسيتي مباراه ملعب ليفربول حط بالك احتمال نخسر بعض لا تهديد تهديد 2-0 محمد صلاح بعد ناصر والله صعبه المباراه اتوقع صعبه بسرعه ناصر نتيجه ما راح اتوقع بس ما صعبه ما عندي توقع يعجبني والله ناصر والله صعبه ما يصير ناصر قول توقع انا محسوب علي ناصر راي عنك هناك ناصر انا رايي محسوب علي تعادل ما عندي خلاص نحسبها تعادل ناصر انا يعجبني لانه يدري ان المباراه هني بيقول وهني بيقول فانا متاكد ان الفريق راح يسجل اكثر من اهداف 2-1 حق منو ممكن 3-0 ممكن 4-1 شو 3-0 يقولون فريقين اقول لك ممكن ممكن على 3 اهداف فممكن 4-3 طيب 3-2 طيب اتوقع اتمناها ما اتوقعها اتمناها 3-1 ليفربول ابو طلال اتوقع والله اتوقع ليفربول توقع ليفربول بس ناصر ليش ما توقع خايف لا انت مو تثق بيب جوارديولا مو تثق بالسيتي انت الحين بس الوقت يا شباب الوقت عندي فقره 1 2 عندك مشكله انتهت 2-0 وقبل محمد صلاح ليه هديه بس اللي تبي بس اوكي عندك مشكله في انك تجاوب على اجابه من اجابتين ما عندك مشكله لا ما عندي مشكله جاهز يلا ننتقل معاكم مشاهدينا لفقره ال 1 2 منذ بداية الألفية سعود منو أفضل مدافع القادسية مساعد ندى ولا نهير الشمري؟ مساعد ندى ايش فيك تفاجأ؟ اي لا انا يعني بنطر اجابة شوية لا انت تعطي حقه شوف طبعا ابقوك اكيد اكيد كابتن لا بس انت اخترت مساعد خلاص نكمل لا بس لا انت بكمل لا اجابة واحدة كظهير ايمن اي اجابة واحدة اي كظهير ايمن منو الأفضل عامر معتوق ولا ضاري سعيد؟ ضاري سعيد أفضل لاعب يشكل ثنائي مع بدر مطوع عبد العزيز المشعان ولا سيف الحشان؟ سيف الحشان الأقرب لسعود المجمد فهد الأنصاري ولا فايز بندر؟ الأثنين عينين في راس لا لازم تجاوب وإذا ما جاوبت أنت وعدت المشاهدين هذا أنت أصعب وعدت المشاهدين شوف أبقوك شغلة بس يمكن أنت مو عارف شو سر كنا أحمد عجب يدري هذا أصعب سؤال ما راح اجاوبه اذا دقوا الاثنين عليك بنفس الوقت ترد على من اول الاثنين ايش بكم يا بار لا لازم لا والله لا والله اخوان هم اخوانك واخواني يعني عز الله لا بس عزيزين يعني واصدقاء عز الله هم اثنين عينين في راس واتعلم منهم شيء كبير في مركز المحور منه الافضل بالامكانيات طلال عامر ولا رضا هاني والله شوف بالنسبه يعني الرضا هو امتداد لطلال عامر لا تبرر عشان لا احد يزعل عليك خليك واضح لا واضح طلال عامر
افضل مهاجم محترف لعب. انت تبي الاجابات السريعه؟ لا لا انا ما بك احس ان انت محرج من لا 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 ما في اي احراج بالعكس. انحرجت مع فهد الانصاري ولا فايز بندر؟ لا بس هالسؤال لان انت ما خيرتني بلعب. طيب افضل مهاجم محترف لعبت وياه فراس الخطيب ولا عمر السومه؟ عمر السومه. منو افضل موهبه صاعده حاليا محمد خليل ولا عبد الله ماوي؟ محمد خليل. عندك مركز اساسي واحد فاضي بالنص، منو راح تختار؟ احمد صالح الشيخ. لا لا احمد الضفيري ولا سلطان العنزي؟ احمد الضفيري. يزعل سلطان؟ لا لا ما راح يزعل. ما يزعل اوكي. كامكانيات منو الافضل بحراسه المرمى، نواف الخالدي ولا خالد الرشيدي؟ نواف الخالدي. زين خالد الرشيدي. انت تبي الاجابات السريعه صح؟ ايه؟ وانا جاهز. ما عندك مشكلة؟ اي لا ما عندي مشكلة عادي. كلهم شوف ابغى اقول لك جاك واتساب ما لا 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 والله لا لا لا. طيب اوكي باقي لنا سؤال بعدين رحنا. تفضل. كمهاجم منو الافضل؟ احمد عجب ولا خلف السلامة؟ خلف السلامة. بخلي التعليق خلصنا وياك. احمد عجب. احمد عجب. لا هذا رايه إيه؟ بس انا كان ودي انه يبرر يعني خصوصا مساعد ولا نهير. رضا وطلال وطلال عامر تاخر. رضا لاعب بالمستقبل انا معاك وهذا، ولكن انا لو مكانك انت اقول طلال اني لعبت مع طلال وشفت طلال، رضا انا ما لعبت معه ولكن الكلام انه لاعب كبير. لا اما سالفه احمد عجب ولا خلف السلامه لو تسالني تقول لي احمد عجب ولا خلف السلامه اقسم بالله العظيم كنت راح اقول خلف السلامه. شوف بس بقول لك شغله بخصوص السريع عندنا تقرير السريع ايه بخصوص الفقره هذه انت تخيرني بين شخصين. انت ليش اختار خلف لما اختار ليش اختار خلف ما اختارني؟ لان انا بعدد لك مشاري انا اقول لك ليش اختار خلف ما اختارني؟ لان انا امن عليك اكثر. مشاهدي بس بقول لك شغله للامانه يعني عشان لا يصير يعني سوء تفاهم ولا شيء، طبعا انا من على الكل عشان تكون بالصوره وما عندي اي مشكله مع الكل بس انا من ناحيه الناس من ناحيه الناس اللي ما اخترته ممكن يحط على لا 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 بالعكس بالعكس انا حطيت اكيد بس بقول لك شغله لا امون انا مالك لما اختار شخص هي الفقره كذي لما اختار شخص عن شخص ثاني مو تغريلة من الشخص الاخر يعني كلهم يقون نجوم للامانه واتعلم منهم يعني خصوصا في نقطه مساعد ندى وهذه شهادة حق مني انا شخصيا لك سعود كنت صريح وبرافو عليك يعني من افضل من افضل, أفضل الردود اي من افضل الردود بس خلاص مشاهدينا بنشوف معاكم هالبرومو لمباراة برشلونة روما ليلة الاربعاء. نعم مشاهدينا برشلونة وروما يوم الاربعاء في الكامنو. ناصر لك التعليق قطعت الهواء مشاري بتكلم بتكلم لك الهواء تعدلت برشلونه انا قاعد كذي بس برشلونه لازم اقعد هذا احتراما اول شيء لبرشلونه المتعه فالفيردي عامل شغل مع برشلونه ميسي نص الفريق الانتشار الحركه من غير كره الابتكار الجديد اللي عمله فالفيردي نعم احنا كبرشلونيين ما قاعد نلاحظ المتعه التيكي تاكا قاعد نلاحظ الاهداف وثلاث نقاط فراح يعرف يتعامل مع المباراة ضد روما في ملعبه ويعرف شلون يخلص المباراة باثنين بثلاثة باربعة انت مدام عندك ميسي وانا قلتها اكثر من مرة ان ميسي نص الفريق قادر بادوار فالفيردي انه ما اعطى ادوار دفاعية يخلص المباراة فنقول الله يعين روما في هذه المباراة بنتيجة قاسية. سلمان في مخاوف من غياب نيانجولان لانه اصيب في اخر مباراة في طلع اول عشر دقائق نعم. اول ربع ساعة بس شارك اليوم في التدريبات ممكن خروجه كان للضمان سلامته علشان مواجهه ايه برشلونه. كلمنا عن المباراه الاولى في الكامب نو. الكامب نو صحيح مباراه صعبه على روما لكن ايه انا اشوف انه ممكن روما يعمل شيء لان المباراه المواجهه الاولى في الكامب نو اذا ما حسمت بشكل كبير بكره ممكن يعانون في يعمل شيء بالمباراه. روما انت تشيلسي ما عمل شيء روما ما عمل شيء إيه؟ انت تشوف ان تشيلسي ما عمل شيء هذا ثلاثة ملعبي انت قاعد ثلاثة وتراهن على روما ناس. يعمل شيء شوف ناس. شلون انت كلامك كان حلو مباراه صعبه وشي بعدين روما يعمل شيء شلون تشيلسي ما عمل روما يعمل لا روما فاز اذا هذا منطقك روما فاز على تشيلسي في المجموعه 3-0 ما يخالف روما فاز على تشيلسي بالطلاق خلينا بكلم في فوارق وامكانيات فنيه لابد ان انت تقولها زين طيب يبا خلاص ناصر في ميسي خلاص يلا قول ناصر ما يصير والله فعلا تخلي الواحد صداع
لا مو صداع بس كروي صداع كروي الحين ينسيك ينسيك صداع كروي اكيد ينسيك يا حبيبي انت يا حبيبي لحظه كلام كلام ما هم اخليك ومن ثم خلاص تروح الحفره هذا عند كلامك انت وصل كلامك وما يعمل يبقى لا تطيح بالحفره فريقك سولف على مخر على الحفره خلت ثلاثه تشيلسي اللي تراهن طيب ناصر 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 عشان ما عندي وقت ناصر عجب سرعة دارنا الحين انا قلنا شيء لا شوف انا مع بطلال بالكلام انا خليناه يسولف على راحته لما سولفنا قال لك حفره ورحت يمين وواقعي ما قام الا في الفل... يا حبيبي مباراه هذه مواجهه دور الثمانيه بكاس دوري ابطال اوروبا قاعد تباري فريق اسمه روما مو قاعد تباري فريق انا تشيلسي لحظه اي بس دقيقه بالمجموعه لا إيه؟ لا مو جايب لك فريق من شرق اسيا مو جايب لك فريق من شرق اسيا تقول مباراه محسومه انت قاعد تباري فريق الثالث بالدوري الايطالي فريق قوي فريق يملك لاعبين يملك مدرب انت كنت تعاني في اللعبه الاخيره برشلونه عانى في لاخر دقيقه امام فريق إيه؟ يمكن اقل امكانيات حتى من روما انا اللي ابي اقوله اذا ما حسمت بكره راح يعاني برشلونه في ملعب الاولمبي في الملعب عجبك الكلام غير كلامه عشان عشان, عشان احنا واصلين لنهايه البرنامج والله غير كلامه نهايه البرنامج تفضل ابو عجب شوف انا مع بطلال من نقطه ان روما ممكن يسوي شيء لا ننسى ان مباراه ذهبيه بالي ومعلومه قال ليها واحد من الربع ان اغلب المباريات اللي برشلونه يلعبها اول في ارضه ذهاب الاياب يطلع باستثناء طبعا اليوفي عرفت فروما فريق جاي مو خسران شيء فريق جاي انتحاري ممكن يسجل هدف يسكر ظروف مباراه طرد اصابه هذا لازم ناصر يحطها في البال ان اصابه ولا طرد طيب تقلب موزه وعجب بس لسعود تاثير عوده بوسكيتس والله اكيد وجود بوسكيتس لاعب يربط يعني بين الدفاع والهجوم وعودته مهمة أكيد أربع من عمدة الفريق أربع مباريات تاريخية ما بين الفريقين فوز لبرشلونة وفوز لروما وتعادلين إيه منو اللي هذه تاريخية بس في ظل وجود أرجع أقول في ظل وجود ميسي وناس ما قال أخوي الكابتن ناصر عمران فالفيردي حاسم أكبر يعني حاسم أكثر في داخل الملعب أتوقع روما ما راح يطوفون 18 توقعاتكم ما هي والله روما ما راح يطوفون 18 خط 18 ما هالطول مو لهالدرجه هذا توقع انت طيب اوكي انا توقعك مباراه عطني توقعك مباراه يعني محسومه فوق 3 4 برشلونه صفر ايه ناصر والله الله يعين روما بعد المباراه كم توقعها 3 4 هني توقعت قبل شوي ليفربول وسيتي ما توقعت صعبه اكيد طيب ابو عجب ابو عجب شوف العقل يقول برشلونه يسجل 3 بس توقعي ممكن 1 1 بطلال لا انا اتوقع 1-0 حق برشلونه برشلونه السريع توقعاتكم لمباراه البايرن ويسمحون لنا عشاق بايرن ميونخ لان ضيق الوقت وان شاء الله في قبل النهايه راح نعطيهم وقت اكبر رحنا للمباريات الاكثر يعني جماهيريه والاكثر من الاعلام تسليط عليها ناصر توقعك اشبيليا وبايرن توقع ناصر ما عنده توقع اشبيليا راح يتاهل طيح البايرن اشبيليا راح يتاهل من المباراتين واقع ناصر السؤال توقع لو سهيل الحويك موجود لو سهيل الحويك موجود ما تقول الكلمه هذه وراح لعب وين راح يفوز اشبيليا وراح لا يقول المباراتين راح تلعب اشبيليا ذهب اشبيليا توقعي اشبيليا راح يتاهل ما ادري اي مباراه سعود نظر لا اكيد بايرن ميونخ ومباراه في اشبيليا كم توقع بايرن ميونخ يفوز ملعبهم يفوز 2-0 تقريبا عجب اتوقع انا ما اقول 5-1 الامانه إيه؟ بس دامها بارضهم ممكن اقول 3-1 يعني معناته انت تشوف توقع ناصر مو مبني على العاطفه بعيد عن المنطق المنطق اي منطق اي انتبه تعرف حق على المنطق والله اذا تاهل اشبيليا حلقه بروحي راح اقعد ترى اقدر اقول لك ناصر اقدر اقول تعزم بعيد عن المنطق المنطقي يطيح مان يونايتد هذا عود يعرف مان يونايتد ناصر مشاري هذا كل ما يطيح بايرن ميونخ في اسوء حالاته ناصر هذا عود اسوء حالاته ناصر انشيلوتي شنو قال فقد 26 فوز متتالي عطني فريق ما في وقت للنقاش ناصر هذا عود عوض معدل المميزين وافي دريب يقولون لك راح يسوون لك فيديو اذا وتغرير اذا اذا اشبيليا طلع بايرن ايش تبي بس ابو محمد بقول شغله اذا اشبيليا شنو؟ تأهل اي انا بجيب صوره هني بحط نقطه ما عندك مشكله نقطه مشاري بس وريهم كل الفيديو عادي مشاري مشاري عشان بس شغله حق ناصر اقدر اقول روما راح يتاهل وراح يفوز اكيد وهو المتاهل واذا فاز راح اقعد هني وبس ها
اطلع ما خسر ولا برشلونه. طيب طيب في شيء سوى طيب شجاعه مو شجاعه واقع نكمل نقاشنا تحت الهواء. يقول السعود اشبيليه تاهل. السعود السعود كل شكر لك وما عليه سامحني ترى ترى صدع على راسك ان هذه اجوانيه هذا شيء. تشرفت اليوم في الوجود معاكم وكل الشكر لك يا اخوي. يعطيك العافيه يا سعود ومشكورين محلينا سلمان عواد احمد عجب بطلان بخت. يوصل السلام لفهد. يوصل السلام وناصر العمران. نذكركم مشاهدينا ان توقيت الجديد الصيفي راح يكون 10:15 في مباراه دوري الابطال. موعدنا ان شاء الله يتجدد معاكم يوم الاحد الجاي. نقول لكم مع السلامه.